مجموعة كبيرة من الكسور ممكن يتعرض لها الإنسان بحياته نتيجة يعني تعرضه لمجموعة من الإصابات. بعض هاي الكسور بيكون بسيط وقابل للشفاء بعد فترة، وبعض هاي الكسور ممكن يشكل خطورة على صحة الإنسان بشكل عام. أكيد بشار، ودائما الدراسات يلي عم نشهدها يعني عم بتكون عم تحصي أعداد نوعا ما دقيقة، وآخر الدراسات بتقول إنه واحد من كل ثلاثة من بين كبار السن يلي وصل عمره لفوق 50 ممكن يموت بسبب كسر الورك. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، شو مدى خطورته على الإنسان سواء كان بعمر متقدم أو حتى بعمر الشباب. كل هالتفاصيل رح تكون مع الدكتور رائف ياسين، استشاري بأمراض العظام وجراحتها، ونورنا وصار معنا لليوم ضمن الاستديو. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد أوقاتكم، شكرا لاستضافتكم. نورنا. أهلا وسهلا دكتور معنا. خلينا نبدأ بحديثنا عن الكسور وكسر الورك تحديدا، ونعطي تعريف أو توصيف لهذا النوع من الكسور. هل أول شيء نعرف السادة المشاهدين وين الورك؟ الورك هو اتصال عظمة الفخذ بعظمة الحوض، وهو مفصل مهم جدا بجسم الإنسان، مفصل دورانه بشكل كامل تقريبا، شكله مثل الكرة، في عليه ارتكاز كتير، علينا ممكن يكون في عنا كتير مشاكل فيه، مشان هيك نحن بدنا ندير بالنا كتير عليه، على مفصل الورك واللي ممكن يؤدي إلى مشاكل عند الأطفال وعند اليافعين وعند كبار السن. تمام. طيب دكتور، بما يخص هذا الكسر، كتير من الأشخاص بسموه كسر الموت. اليوم هي التسمية هل يعني مثل ما بيقولوا صحيحة أو لا؟ نحن في إمكانية لأنه الواحد يمرق منه يعدي. تمام. هلا اول كان يسموه فعلا فراكتور دمور او كسر الموت بالفرنساوي كان يسموه. ليش؟ لانه المشكله فيه الاساسيه انه كان هذا الكسر وقت انكسر المريض يتم متسطح، ما عاد يقدر، صار عنده اعاقه جسديه، ما عاد يقدر يمشي، موت سريري يعني انه ما عم يتحرك هيك. تمام. صار قاعد بالتخت، ممكن يصير عندنا صمه شحميه تؤدي الى الوفاه، ممكن يكون في عندنا يصير معنا مرضى السكريين خشكريشات، يعني بيفتح جسمه من وراء، يعني بيموت المريض مو من الكسر، من اختلاطات الكسر. اما هلا بالوقت الحالي صار في كثير عمليات حديثه لعنق الفخذ، عم نعمل العملية وتاني يوم أو بنفس اليوم مثلا بنمشي المريض. تماما. اليوم لنوصل لهذا النوع من الكسور، ممكن نتيجة حادث، ممكن نتيجة أسباب مختلفة، ممكن موضوع هشاشة العظام يوصلنا لكسر بعظم الفخذ. أنت اليوم مشاغب. طبعا هشاشة العظام أنتوا لكم السيدات نسبة كبيرة من كسور إجمالا، إن كان كسور فقرات ولا أي كسر بجسم الإنسان نتيجة هشاشة العظام. السبب الأساسي إنه السيدات بعد 45 سنة ما عم يتناولوا الكلس والفيتامين د ومثبت الكلس ليحافظوا على الكتلة العظمية عندهم. هو بعد سنة اليأس بيدنى نسبة الكلس تماماً. بجسم المرأة. لا، هو مو بس بعد بعد 45 سنة، بعد 30 سنة. من كل سنة بقى في نسبة معينة بتنزل من الكتلة الكلسية بتؤدي إلى هشاشة عظمية. طبعا عند الكبار السن وخاصة السيدات يعني يمكن نسبة 3 إلى 1. تماما. أي حركة غلط، سقوط، بيؤدي إلى كسر إما بالمعصمين أو كسر عنق فخذ. وهذا الكسر مثل ما حكينا كسر مو سهل عند المريض، لأنه بيصير في عنده خوف إنه بدي أقوم أمشي بخاف انكسر مرة تانية، عشان هيك عمل له عملية وبشي بسرعة. تمام. بتكسر الحاجز الخوص بينك وبين المريض. تماما دكتور. اليوم في مؤشرات، في اعراض بتظهر على المريض في حال تعرضه لهذا النوع من الكسور، قابل لانه يتحمل الالم والوجع مرور فتره زمنيه على الكسر، ممكن يزيد مضاعفات الالم ومشاكل اخرى ممكن تظهر على المريض. تمام. هلا نحن طبعا اذا بدنا نصنف كسر عنق الفخذ عندنا تصنيفين، ضمن المحفظه وبرات وخارج المحفظه. ضمن المحفظه الكسر اوقات كثير بيكون متشابك، هالتشابك هذا بيؤدي انه في الم بس اوقات المريض بيقوم بيقدر يمشي بس بيعرج عليها، بس هون نحن عملنا مشكله بالمفصل. تمام. نحن بالنسبه ان المريض امتى ما وقع وخاصه كبير السن بيصير في عنده الم شديد، خليه قاعد لنجيب له صوره يا بسريره يا بناخذه بسياره الاسعاف لنعمل له تصويب مشان ما يصير في اختلاطات بالكسر. طبعا المنظر الرئيسي بهيك كسر بتلاقي الطرف المصاب بالكسر عنده دوران وحشي معتني، هيك آلية الكسر تماما، هيك بيظهر. هلا طبيب العظمي اول ما بيجي بيشوفه بيقول له معه كسر، الاهل بيقول لك شو عرفك دكتور؟ نحن بنعرف من شكل الرجل، وبصير في قصر شوي بين الطرف المكسور والطرف الاخر. تمام. طبعا الصوره الشعاعيه هي دليل الطبيب، في حال عمل شك
بكسر ضمن المحفظة نضطر أنه نعمل صورة طبقي محوري. تمام تمام. طيب دكتور، بما يخص أنواع كسر الفخذ، هل في أنواع لهذا الكسر؟ يعني ممكن تختلف من مريض لآخر أو بتختلف حسب العمر، أو لا هي واحدة عند الجميع؟ تمام. هل عند الأطفال مثلا، نبلش بالأطفال، الأطفال بيصير في عندهم انزياح مشاش. تمام. هذا انزياح المشاش بده عمل جراحي سريع، نرجعه ونحط له سياخ مشان نخلي التروية مضبوطة برأس الفخذ. عند الشباب هذا بيصير مثل ما حكيت حضرتك، انه بحادث سير او سقوط من على سيبة او كذا ممكن يؤدي الى الكسر تماما. هلا عند الكهول بقى اللي بنحكي فيها بعد الخمسين سنة، هون في عندك مثل ما حكينا نوعين من الكسور، ضمن المحفظة وخارج المحفظة. ضمن المحفظة انت ما كان في كسر جاردن، في عنا عالم اسمه جاردن مصنفهم اربع درجات. طبعا بالاربع درجات بدون عمل جراحي، بس بيختلف بين عملية وعملية، في شيء بنحط له براغي، شيء بنضطر انه نغير المفصل. الكسر بين المدورين، الكسر عنق الفخذ بيكون خارج المحفظة. هون بقى في طرق حديثة كتير، انه هلا بالتنظير بنشتغل شق صغير ثلاث قطب، بندخل سيخ، بنحط برغي بعنق الفخذ وبرغي تحت، مشي المريض مباشرة، نهيت من كل الاختلاطات، نهينا من كل الاختلاطات. اذا الامام تبعنا هو فحص السريري البسيط، لأنه ما فيك تحركي له لأنه مؤلمة جداً، والصورة الشعاعية. صحيح. دكتور، اليوم موضوع مشاكل العظام الولادية، إذا بدي أقول، أو التشوهات الخلقية، ممكن تكون سبب أو يعني بمحل معين موضوع خلع الولادة وإلى ما هنالك، لكسر أو مرحلة ضعف أو نقطة ضعف بجسم المريض، ممكن يكون سبب لأنه أتعرض لكسر بعنق الفخذ؟ لا لا، أكيد طبعا لا، ما له علاقة التشوهات الخلقية بالكسور. الكسر هو رد منفصل تماما. هلأ بس مثل ما حكيت حضرتك، خلع الورك الولادي إذا لم يتم علاجه مضبوط أثناء الطفولة، نحن بعد سن معين ممكن نضطر أنه لعملية تبديل رأس الفخذ أو تبديل المفصل بشكل كامل، هو مثل شبيهة بعملية كسر عنق الفخذ، منقص الرأس ونحط مفصل جديد مشان نحافظ على فرق الطول بين الرجلتين، ونخفف من عملية يعني نص ما يصير المريض لشيء اسمه جنف أو ما يلام بالحوض. تمام. طيب بما يخص موضوع نقل المريض يلي تعرض لكسر للمستشفى، كثير من الأشخاص بيصير في خطأ بهي الحالة، بيشيلوا المريض ويلا بياخذوه، بيوصل عاطبين ولسه أكثر ما انعطب. يعني هو هاي التفاصيل كيف ممكن الواحد ينتبه لها؟ كيف ممكن نحن ننقل المريض أو نحركه بدون ما نأثر على الكسر يلي صار عنده؟ هلا كثير سؤال حلو. نحن دائما هلا ببلاد برا مثلا بصير حادث بالسيارة، ما حدا بيقرب فورا، ما حدا بيقرب عليه، لأنه في أخصائيين معينين بآلية فتح السيارة أو آلية سحب المريض. لا سمح الله عنده كسر بالفقرة الرقبية، واحدة من الفقرات الرقبية، إذا شديناه بالغلط عملنا له شلل رباعي، قعدناه بالتخت مدى الحياة. مزبوط. أي حادث أو أي سقوط لقينا المريض ما عم يقدر يتحرك، نطلب الإسعاف. الإسعاف هلأ بالطريقة حديثة عنده شيء اسمه سكوب، مثل الشوكة تنزل تحت المريض، بتعلق مع بعضها، بيسحبوا بكل هو مثل السرير يعني. تماما. أي كسر بتحركي ممكن يؤدي إلى اختلاطات، مثل مثلا بالطفل بيقع بالمدرسة، أو بيقع بيكون عم يلعب بقرنة مع الأهل وكذا، بيقع على كوعه، يجي أبوه أو أمه بيحركوا له، غلط هالحكي، بيكون كسر غير متبدل، بنحوله لكسر متبدل. إمتى ما شفت الولد عم يبكي ما عم يحرك القرنة المصابة، اربط له إياها وروح لعند اي مكان نعمل صوره مشان نحدد الاصابه. بنحوله من كسر بيتعالج بالجبصين لكسر صار بده عمليه واختلاطات وما لنا مضطرين، صفيحه وبراغي تمام او اسياخ. صحيح صحيح. دكتور، اليوم موضوع التدخل والعلاج بعد تعرض الشخص لهذا النوع من الكسور، كيف بيتم؟ شو الاجراءات الاوليه اللي بيتم اتباعها وصولا لمرحله التدخل الطبي؟ هلا طبعا كسور عنق الفخذ مثل ما حكينا بتصيب بالعقد السادس السابع الثامن، يعني اوقات من اسبوع مت مريض عمره 95 سنه. هلا طبعا في نسبه خطوره بالعمليه. هلا نحن عالميا وعندنا بسوريا صرنا انه كسور عنق الفخذ كله بنعمل لهم تخدير قطني،
مشان نخفف من مشاكل التخدير العام. طبعا هذا بعد استشارة طبيب التخدير، هو اللي بيقرر نوعية البنج للمريض. هلا بيجيك مثلا طبيب القلب، الاهل بيكونوا خايفين على مريضهم والحق معهم، انه يا دكتور كبير بالعمر شلون بدك تعمل له عملية؟ نحن بنعمل استشارة قلبية واستشارة تخديرية. هلا ممكن الطبيب القلبية يقول لك نسبة الخطورة 30%، نحن بالنسبة لنا نسبة الخطورة 30% عادية. شو يعني 30%؟ يعني بيدخل 100 على غرفة العمليات، 30 بيصير عندهم مشاكل وال70 بينفذوا. هلا اذا ما عملت له عملية نسبة الخطورة 90%، مثل ما حكيتي حضرتك اسمه كسر الموت. لا انا بجازف بال30% وبعمل عملية وبحرك مريضي باذن الله ما بيصير له شيء، وبيقوم بيتحرك وبيمشي بيرجع احسن ما يصير مقعد وانت تخدمه بالاخير. يعني الاهل هن بيتضايقوا من خدمة المريض اول فترة، ممكن يكونوا لهفة وكذا، بس امتى ما اخذ فتره زمنيه طويله مشكله. وكسور عنق الفخذ يعني 90% منها ما بتلتئم غير بالعمل الجراحي. هلا في حالات كثير نحن بنضطر انه ما نقدر، ما مستحيل العمل الجراحي. تمام. شو هي الحالات دكتور؟ حالات قلبيه مثلا. قلبيه تمام. طبعا اكيد مستحيل العمل الجراحي. شو بنعمل له؟ تمديد جلدي ومراقبه اسبوعيا بالاشعه، ونكتب له الكلس والمرممات. ممكن نحن نصل انه يلقم الكسر بس بفتره طويله، هيك نحن بعد 3-4 أسابيع نبلش نقلب المريض مشان ما يصير في اختلاطات ومنميع المريض هون. ممكن انه بس هي حالات كثير نادره، ما عاد مرقت معنا يعني. يعني من 20 سنه ما عاد مرق معي مريض والله يقولوا لي ما بيتخدر هذا. البركه ما شاء الله اطباء التخدير عندنا كلهم شاطرين وكلهم ممتازين، بس بده تحضير المريض، بدك تحضره باسرع وقت وتعمل العمليه باسرع وقت. تماما دكتور. هون موضوع الفرق بين التخدير العام وبين التخدير القطني. نحن في حال عندنا مشاكل قلبيه بنقدر نخدر قطني بشكل سليم وامن؟ طبعاً. او كمان ممكن عندنا يكون مشاكل موضوع التخدير القطني ايضا ما يقدر المريض يتحمل؟ هلا في كثير اوقات انه ما بيمشي الحال التخدير القطني مع المريض، في صعوبه بالتخدير. بتعرف الكبار بالسن بيكون عندهم جنب، بيكون عندهم تبدلات تنكسيه بالعمود الفقري، ما بتدخل مع طبيب التخدير الابره تبع التخدير، بيضطر يقلبوا لتخدير مشارك. عرفت علي شلون؟ بخفف الالم، بينيمه شوي صغيره، بتنفذ العمليه. عمليه مو كثير تاخذ وقت، عمليه ثلث ساعه نص ساعه بتكون خالصه العمليه. انت بتكون انقذت حياه مريض او انقذته من القعود الدائم او الاعاقه الدائمه، او قمته حركته. مزبوط. على القليل يقوم يخدم حاله، يقوم على الحمام. صحيح. ويرجع. مزبوط. صحيح. دكتور، احيانا الدراما بتزرع براسنا مشاهد بتضل متذكرينا، واحد مشاهد الدراما بالتلفزيون كانت عم تصور حاله لسيده امراه كانت حامل وتعرضت لكسر ورك، وكان التوصيف بانه هو اثناء الولاده. هذا الموضوع جدا خطير على السيده اذا كان عندها كسر بالورك، في صعوبه خصوصا اذا ولاده طبيعيه ما بيصير يتحرك الورك عندها ابدا خلال الطلق. هالقصص هي اليوم هي الحالات بعدها موجوده، كيف بيتعامل الطب معها؟ هلا طبعا هلا نحن مثلا مثل ما قلت كثير حالات انا بتجيني مثلا مكسور اول عنق فخذ، بعد شهر شهرين ثلاثه وقع او سنه كسر العنق الثاني، هعمل له عمليه بالاول الثاني ما بعمل له عمليه بالثاني؟ لا طبعا. هلا هو طبعا الوضعيه النسائيه في حركه تبعيد ودوران بيكون شوي زياده، بدها تحافظ عليها الدكتوره او الدكتور النسائيه مشان يعني يحافظوا ما يتاذى مكان العمل الجراحي اللي انعمل. هلا في يقلبوا على تخدير عام يعني او تخدير قطني، ويعملوا له قيصريه يعني. عرفت علي شلون؟ بس ما بتعيق من عمليه الولاده. يعني يمكن معالجه هذا الكسر بدون ما ياثر عليها كسيده حامل او عندها؟ هلا طبعا نحن دائما سيدات الحوامل مثل اي مريض عنا بينكسر، نحن بنسأل طبيبه شو نوع التميع اللي بتحب تميعه، لأنه في نسبة خطورة تشكل صمات سريعة. بقى دائما نحن أي كسر طبعا بنسأل طبيب النسائية، وخاصة إذا كانت كتير قريبة مدة ولادته، منخاف من عملية النزف أثناء الولادة. تماما دكتور. اليوم موضوع إذا بدي أقول ما بعد العمل الجراحي، قديش بحاجة المريض ليحصل على الشفاء التام لأقدر أنا أقوم وأمشي ومارس حياتي نوعا ما بشكل طبيعي؟ في مكملات غذائية، في نظام طبي غذائي، بروتوكول علاجي بيتبعه بعد العمل الجراحي؟
هلا طبعا اهم شيء بعد العمل الجراحي هو المعالجه الفيزيائيه. نحن دائما بنفس السكه بنمشي نحن والمعالج الفيزيائي. نحن امتى ما عملنا العمليه كجراحين خلص دورنا، صفه المعالج الفيزيائي هو وظيفته تحريك المريض، تقويه عضلاته، وآلية الحركة شو والحركات تعلموا إياها. طبعا أي عملية جراحية بعنق الفخذ مثل ما حكينا ثاني يوم أو ثالث يوم من مشي المريض بصفى بقى تقوية العضلات ليرجع طبيعي. طبيعي تقريبا بدنا بنحكي بين 3 أسابيع ل6 أسابيع بيرجع أموره طبيعية. بس طبعا المريض اللي عنده تبديل مفصل ورك هون ممنوع القعدة على الأرض، ممنوع القرفصة، ممنوع لف رجع على الرجل لمدة 6 أشهر مشان ما يخلع المفصل من مكانه. طيب دكتور بدي انتقل معك لفكرة اليوم أي شخص ممكن يتعرض لكسر ورك. ذكرت حضرتك نحن ممكن نضطر لتركيب السياخ براغي هالقصص هي. في كثير من الأشخاص بتتساءل أنا هذا الشيء رح يضل بجسمي طول العمر، وفي أشخاص تتجه لأنه تشيله بعد فترة معينة والطبيب ممكن بيقول له أوكي فينا نشيل، ولكن أثناء العملية بصير في تداخل ما نصح، بصير في مثلا رد الكسر نكس، ما بعرف شو بيصير. تمام، حلو، سؤال كتير حلو. طبعا هلا بكسور عنق الفخذ اللي عم نركب لهم هلا الجما نيل، طبعا المريض عمره 60 70 80 90 سنه ما عاد تخضعي لعمل جراحي ثاني تقيمي له اياه. نحن بندخل بقلب العظم، حتى اذا بده يعمل صوره رنين مغناطيسي، هلا نوعيه الماده هي التيتانيوم، ممكن يعمل رنين مغناطيسي بيمرق بالمطارات ما بتطنطن، مو ستانلس مثل ما كنا نركبه اول تماما، او الفيتاليوم. هلا الموضوع موضوع انه نحن بالكبار بالعمر ما بنقيمهم، تمام. هلا بالشباب وخاصه لحد 18 سنه منخاف على غضروف النمو، منخاف انه تطوى العظمه ما تطوى، يعني على هو الجراح شلون عامل العمليه. تمام. يفضل طبعا بعد 3 إلى 6 أشهر انه ينقام مواد الاستجدال، ان كان سياخ ولا صفيحه ولا براغي على الحل تماما. طبعا نحن نعمل صور شعاعيه مراقبه دائما عند الاطفال، خلال 4 إلى 6 أسابيع بتلاقي اندمى الكسر، وضعنا كثير منيح، فينا نفكه بعد 3 أشهر ل6 أشهر بعد الصوره الشعاعيه. هلا شو ممكن تلاقي مشكله؟ مثلا مشكله مثلا اذا واحد مركب صفيحه وبراغي من 20 سنه، المشكله اللي بنلاقيها اوقات انه بنضطر بدنا نفك البرغي، بينكسر البرغي جوات العظم. هون بقى بيصير عندنا اختلاط صعب على الجراح، طبعا بينقام بس له حفاره خصوصيه لتقيميه. تمام، بدك تشوفي يا ترى هذا من 30 سنه شو نوع البراغي اللي مركبه وشو نوع الصفيحه، والتكلس بيكون فوق بنسبه عاليه، بنضطر انه نقيمه لحتى نوصل للصفيحه ونستأصلها. طبعا نحن كثير اوقات اذا مريض مثلا عمره 50 سنه وعامل من 20 سنه 30 سنه وما عم تضايقه الصفيحه، معامله التهاب، ما عنده مشاكل، خليها بحالها ولا تمد ايدك عليها ولا تعمل عمليه. دكتور بعد ازاله السياخ او الصفائح او الى ما هنالك ممكن يصير اختلاطات انتانيه، ممكن يتعرض الشخص لموضوع التهابات الى ما هنالك؟ اي عمل جراحي ممكن يصير فيه انتان. وخلينا ايضا نعقب على موضوع العمل الجراحي. هلا العمليه، هلا الانتان اوقات او تحسس من ماده الصفيحه بصير اثناء تركيب الماده مو اثناء قيمها. تمام، هلا كثير اوقات بنعمل صفيحه بصير في انتان معين صار من الجرح من الماده من كذا، نضطر نقيم الصفيحه او السفود ونحط شيء اسمه مثبت خارجي مشان تروح الانتان. بعد ما يروح الانتان او بالكسور المفتوحه ما بصير نعمل عمل جراحي مغلق، دغري بنحط مثبت خارجي. اصابات الحرب مثلا طلق ناري دائما بنحط مثبت خارجي لحد ما يهدى الجرح وينضف وما عاد في عنا اي ماده عم تطلع من جوا. طبعا بنعالجها بالمسحه بالزرع والتحسس، بنشوف شو نوع الجرثومه، فينا نعمل العمليه الجراحيه اللي بعدها. في عالم قليله كثير بتتحسس من ماده المعدن بتعمل انتانات، بنضطر انه نقمله اياها ونحط مثبت خارجي. بس يعني مو هي غلطه الطبيب، هي حالة. هي هيك يعني هيك صار في انتان بكل دول العالم. صحيح. في شيء نسبه انتان او رفض الجسم للماده الغريبه. صحيح. طيب دكتور بما يخص كنا ذكرنا بخلال الحديث المرضى يلي عندهم استبدال مثلا بالورك او تركيب مفصل جديد، هالقصص هي بدنا نصائح من حضرتك لهدول الاشخاص كيف ممكن بقى يكملوا حياتهم او يمارسوا النشاط الطبيعي لحياتهم بدون ما ياثروا على الوضع الصحي. هلا تبديل المفصل ورك، هلا المفاصل اللي عم نركبها كان اول مثلا نقول للمريض خليك ماشي
لحد ما تصل لمرحلة ما تتحمل ألمك، وقت بيكون في عنا تنكس مكسر طبعاً، لأنه كان عمر الافتراضي للمفصل بين 5 إلى 8 سنين، اليوم بيتبدل كل 8 سنين. اليوم المفصل اللي عم نركبه عم يعيش بين 25 و30 سنة، أعطينا عمر لبكرة مثل ما بيقولوا. تمام، كثير من الأوقات المريض إذا حافظ على مفصله وحافظ على وزنه بيمشي معه الحياة كلها، غير إذا صار فيه يعني خلل ضمن العظم، هشاشة كثيرة، صار فيه لوز بيتحرك المفصل، نضطر أنه نغيره. طبعاً نحن دائماً بننصح المريض اللي بده يركب مفصل إن كان جزئي ولا كامل، أهم شيء القعدة على الأرض ممنوعة، مثل ما حكينا لفت رجع رجل ممنوعة، التواليت عربي طبعاً ممنوع، ولف رجع رجل ممنوعة، لنحافظ أنه ما يخلع المفصل أول فترة. هلأ أنا كثير عندي مرضى صار لهم 10 سنين مركبين مفاصل وبيمشوا بالشارع ولا ما بعرفوا أنه مركبين مفصل يعني. تمام، هلأ في اختلاط يظهر أوقات أثناء العملية بفرق الطول بين الرجلتين، مثلاً يقول لك والله هذا الدكتور عمل لي عملية وطلعت رجلي أقصر أو أطول، هذا مو غلط طبي، هذا بيصير معنا أوقات كثيرة يعني ممكن تصير، بيتعوض. أو إذا كان مفصل شبابي على المشي بينغرس لحاله المفصل بيعوض الطول تماماً. يعني مشان نقول للسادة المشاهدين إنه وقت بتطلع طلعت من العملية فرق بالطول شوي صغيرة، 2 ل3 4، هذا ما بينحكى فيهم، لحد السنتي ما بينحكى فيه، هذا مو غلط طبي، وإنما أثناء العملية ما فينا نقيس نحن الرجلتين 100%، بناخده تقريبي دائما. تماما. يعني بالختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. كل الشكر لك دكتور رائف ياسين، استشاري بأمراض العظام وجراحتها، نورتنا لليوم. وأكيد يعني بكرر موضوع الكسور شوي صعب، فأكيد الصحة للجميع، ترافعون يا رب. شكراً لاستضافتكم ونتمنى الصحة والعافية للجميع. نورتنا دكتوري، أهلا وسهلا.